نتمنى تكونوا بخير. كنرحب بكاع البنات اللي تزادوا معنا جداد، وكنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، وشكرا حيت انضميتوا معنا. و اغيتو وكنقول لكم الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا بالقناه الا عجبت لكم، ودعموني باللايك ديالكم، وتبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم. المهم فيديو اليوم كيف كتشوفوا من لو تيتغ ديالو بلي غادي تعرفوا عليها اكثر، كنت حطيت لكم في انستغرام ديالي هو اللي حنان شانل، كنت حطيت لكم فيها التصويره هذه وقلت لكم سولوني على الاسئله اللي بغيتو. المهم ما عرفتوش معايا بزاف البنات، يعني البنات اللي معايا في اليوتيوب ماشي كاملين راهما معايا في انستغرام. انستغرام ديالي هو حنان شرطة شانل بحال اللي كيبان لكم في الاول ديال الفيديو ديالي. المهم ما تنساوش تنضموا معايا في انستغرام، دوفا كنعمل لي لايف وكنحط لي ستوري تقريبا يوميا. فوالا، وقلت لكم تسولوني وما كانش بزاف ديال الاسئله بصراحه، كنت ايزيتيت ندير هذا لا فيديو باسكو ما عرفتش واش ندير، راح تيكون عندي بزاف ديال الاسئله ولا غير دابا عندي 11 سؤال ويمكن شي جوج فيهم كيتعاودوا. مي فوالا، المهم غادي نجاوب البنات اللي سولوني على شنو مره اخرى ان شاء الله، داك الساعه غادي تكونوا كثار ان شاء الله يا ربي. المهم غادي نبدا معكم باول سؤال، كان من سي سي ما عرفتش كتقرا سميتها هكا، سي شرطه سيل. سالو مابيل، نسقسيك الا شحال في عمرك وكيفاش عرفتي راجلك؟ انا في عمري 27 عام، وكيفاش عرفت راجلي؟ عرفته في الحانوت ديال ماما في المغرب. المهم الا بغيتو حكايه وانتو داك الساعه قولوها لي في الكومونتير، وان شاء الله شي نهار ندير لكم حكايه ديال القصه ديالي معاه. اوكي، والسؤال رقم جوج هو من الحداد نوال. سالو الزين، بغيت نسولك منين كتعصبي مع راجلك اش كديري؟ واش من النوع اللي راسك قاصح اولا دغيا كتنساي؟ انا واحد النوع ديال بنادم مني كتعصبيني بعض المرات الا كان ديك الاعصاب يعني نيرفوني فريمون، كنبقى نهضر ونقول لك كاع العيوب اللي فيك كاملين، نجبدهم لك ونحطهم لك، يا بريسيبون كنرجع عادي نهضر بحال اللي ما وقع والو فريمون، كنتفون يعني كنخرج داكشي اللي عندي ومن بعد سيبهم بحال اللي ما وقع والو. وكسميتو وراجلي كذلك حتى هو بحال نفس الحاجه، ونهار اللي كنتعصب غير هكا زعما كيعمل شي حاجه اللي غادي تنيرفيني وصافي ولا هذا كنسوقش، ماشي من النوع اللي كيتسوق بزاف المسائل بسات. فوالا بالنسبه لهذا الجواب ديال الحدادي نوال. بالوما ناريف، سلام الحب الزواج من السقسي ومخاس كبير مدمجد ذاك فرنسا زعما تقول دهده. المهم نشوف لكم بالعربيه، قالت لي السلام الحب. بغيت نسقسيك كيفاش ندمجتي في فرنسا وكيفاش دغيا زبتي هنايا في فرنسا بالسياقه؟ كيفاش ندمجت في فرنسا؟ راني حطيت لكم واحد لا فيديو ديال الحياه ديالي هنا في فرنسا كيفاش ندمجت، غادي نحطو لكم من تحت في لا باغ دانفو، ما تنساوش تمشيو تدخلوا تشوفوه يمكن تستافدوا شي حاجه. ندمجت مع الخدمه مع الناس، حاولت نثق في راسي وفي القدرات ديالي، وطلقت راسي باش نهضر وهذا يعني وندمجت. يعني الا كنتي انسانه ديجا اندماجيه ماشي كتجلسي بوحدك وهذا دغيا غادي تندمجوا بطبيعه الحال، ما تبقاش تعاشري غير مثلا غير العرب 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 وتهضري بالعربيه، واخا تعاشري عرب حاولي تهضري معاهم فرونسي ولا تعاشري العرب اللي خلقونا. فوالا، هذا حاجه وحده باش ندمجت وهضرت ودرت ودرت. وبالنسبه للسياقه، انا نهار اللي جيت هنايا يعني جيت عملت بيرمي في المغرب وما كنتش كنسوق تما من غير البيرمي، من غير في البيرمي يعني السوقان ديالي كان هو هذاك البيرمي. ومن بعد مني جيت هنايا جيت هنايا بقيت واحد كل هكا 4 شهور وهذا ما سقتش، حتى لواحد النهار صافي بدا يعلمني راجلي وهذا وهذا بشويه 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 حتى طلقت يدي، كنت كنمشي غير لبلايص حدا الدار، ومن بعد صافي بديت كنطلق يدي حتى وليت كنسوق مزيان. صافي، هذا هو الجواب لبالوما. ايمان 2060 قالت لي كوكو حبيبه جيسبيغ كو تو بيان بيان الحمد لله حبيبه، بغيت نسولك منين نتيا اي تو في كوا دون لا في؟ tu es adorable ما شاء الله toute belle merci beaucoup ma chérie ايمان. بالنسبه مني انا من المغرب والاصل ديالي ريفيه من الحسيمه بالضبط. اي تو في كوا دون لا في؟ pour l'instant je suis en accident de travail mais moi je travaille normalement, je travaille dans McDonald's. tu es adorable ما شاء الله toute belle merci beaucoup حبيبه ديال ايمان. سما لودي، هذا الميساج ديال سما لودي. سلام جيسبيغ كو تو بيان، بغيت نسولك كيفاش كان العام الاول ديالك في لا فرانس
كيفاش قدرتي تادابتي؟ الحبيبه ديالي انا العام ديالي الاول اللي جبته هنا فرنسا عمر قمت، باسكو انا كيف شرحت لكم في الفيديو اللي فات انني كنت من نهار اللي جيت ما جيتش ديريكتومون لداري، مشيت سكنت شويه مع لي بالماء. اسمحوا لي الناس اللي كتسمعوا الصداع ولدي كيلعب هنا. سام دوسمو بيبي دوسمو دوسمو هنو. سكنت مع ما بين ميغ الوغ كنت عطاتني شنو المساعده وكان يحك هذا بتولي الحمراء. المهم سكنت مع ما بين ميغ ومون بومبيغ وكانوا العائله كاملين كيتجمعوا تما لو ما حسيتش بالخطر، يعني ديك الجو العائلي كان ديما موجود حاضر حتى تولفت عاد جيت لداري، ولا يعني ما حسيتش بالقنطه نهائيا. هذا بالنسبه للسؤال ديال سما. وفرح فرح ابيس 009 حبيت نسالك، انت جيتي لفرنسا في 2015 نفس العام اللي جيت فيه، ولكن حسيتك تعرفي بزاف اشياء وعندك القدره، انا مازال ما تاقلمتش مع الحياه في فرنسا، إيه تقدري تعملي فيديو على انسجامك واندماجك بسرعه في فرنسا؟ جعلها الله في ميزان حسناتك النصائح. شكرا حبيبه ديالي فرح. انا درت فيديو خاص على حساب الكومونتير ديالك، عملت فيديو خاص على فرنسا، حيت بزاف د البنات داروا لي وقيلا سيتي باين سيتي موفيز ديم فيلمي. دابا مع ولدي كيلعب بيان سان بيان بيان، غير دقيقه غادي نجلسوا ليه بيان ماما. سمحوا لي البنات انا مشيت حطيته في الكرسي ديالو باش هكا يخليني نفيلمي، واولا ما غاديش يخليني، غادي تبقاو تسمعوا غير الصدى. ديجا ما عرفتش داكشي اللي فيلميت قبل واش سمعتوا له مزيان. المهم بالنسبه للسؤال ديال فرح، قالت لي ديك زعما كيفاش تاقلمت انا وهي راهي هنا في نفس المده اللي جبتها انا هنايا وهي باقه كتشوف راسها بلي باقه ما تاقلمتش كاع. شنو غادي نقول لك اختي فرح؟ خاصك غير تخدمي خدمه وحده. وبالنسبه للبنات اللي كيتسالوا الخدمه لا يقدروا يخدموها المحجبات، محجبات تقدروا بالحجاب ديالكم يعني تقادوا بالحجاب ديالكم تقدروا تخدموا في لي ماكازا ديال زارا وديكشي، ولكن يكون عندكم واحد الحجاب يعني في الكحل مثلا بحال ديك لاسوياتا ولا توبان ولا كي كيقولوا لهم تغبان ولا توبان ما تضحكوش عليا تولبان جو كرو، ديك الدرات اللي كيديروهم صحاب الحجاب واللي بلا حجاب بحال طريبشات ودايرين هكا كيكونوا على مود، ولا ديك طريبشات هكا. المهم ما يكونش ديك الفولار اللي كيكون مسدود هنا وملوي، وهذا راكم عارفين يعني شي حاجه اللي غادي تجي مع ديك الحوايج ديالهم هما في زارا باغ اكزومبل كيلبسوا الكحال وهذا. مي كوميم كيكون شويه كومبليكي. مي عمر باقي ما شفتش وحده خدام زارا بالحجاب. مي كنقول لكم بوتيت سا باس باسكو شفت واحد اليوتيوبوز وقيلا قالت لي بلي ماشي قالت لي ليلي قالت في اليوتيوب اللي كانت خدامه بالفولار ديالها ولكن بواحد الطريقه، واللي سيرتو تقدروا تخدموا بيان سور هو بحال لي سورفاس بحال لي سون كيسميتو السوبر مارشي ديال العرب اللي كيكونوا هكا حدا المارشيات وهذا كيكونوا كيخدموا في الترك بزاف. انا عندي واحد هنايا في مونتلاجولي ديجا شاركته معكم في لي فلوغ ديالي سميتو فالبريم، فيه غير المحجبات سواء عربيين سواء تركيين خدامين فيه غير المحجبات، حيت مول فالبريم هو راجل اخواني وكان الشريك ديال هذاك اللي خدمت معاه انا اول مره في البولونجري اللي عاودت لكم في التجارب ديالي في فرنسا. وعندكم البولونجري والسيت تقدروا تخدموا فيه بالحجاب. وحبيبه ديالي الا كنتي كديري الحجاب ولا ما كديريش الحجاب زعمي خرجي ديري سالبي السي في ديالك، سيري حطيه ديري دي زونتروتيان سيري بول امبلوا، يعطيوك فورماسيون يعطيوك مثلا شي فورماسيون بغيتي ديريها مثلا طابخ ولا سيرفيس ديال لي كليون ولا جيستيو د لاكاس ولا فورماتيك ولا شي فورماسيون باغا ديريها انت. بيان سور الا كان عندك شي ديبلوم يعني من المغرب احسن، غادي يكون عندك الفرص ديري ديبلومات اخرين مزيانين. وشنو اخر تقدري ديري بزاف د الحوايج باش تاقلمي فريمون، ولكن الا بديتي كتعاشري غير مثلا جوج ولا ثلاثه صحاباتك اللي كتهضري معاهم العربيه وهذا عارفي بلي وهما حتى هما في الدار مربين دراري وصافي جالسين في الدار وهذا عارفي بلي عمرت افونسي، حيت خاصك شي واحد اللي غيكوراجيك وتافونسي للقدام. عمرت انا نقول لكم صراحه انا بتجربتي الخاصه يعني ولا لقيت واحد الانسان ديما كيتشكى لي كيقول لي مثلا ديك الناس المتشائمين اللي كيقولوا انا ما عجبنيش هنا انا قنطانه هاد الناس ماشي مزيانين انا خاصني نمشي هنا انا هادي انا هادي، ما كنعاشرهمش كيعطوني واحد الطاقه ايجاب سلبيه باردون كيعطوني واحد الطاقه السلبيه وكيخليوني حتى انا نمشي معاهم في ديك الريتم وكنبقى تخيس ما كنخرجش مفوج كنخرج بحال اللي غادي نتخنق. انا كيعجبوني الناس اللي كنتعلم منهم حوايج، مثلا انا نكون جالسه باغ اكزومبل نتلاقى بشي بنت تقول لي انا كنخرج من فورماسيون ديالي كنقرا هادي ولا كنزيد واحد فورماسيون
كتعمل لي واحد الطاقه ايجابيه حتى انا كنبغي نقلب ندير فورماسيون. علاش انا جالسه وصافي ما كنديرش وهادي وهادي؟ يعني خاصكم هكا. وشوفوا يوتيوب بزاف، ما تشوفوش غير حنايا اللي كنوريو لكم لي فلوغ اللي ما تستافدوا منهم والو من غير شي حاجه ديال ريستورو الا بغيتوا تجربوها ولا شي حاجه. يعني فريمون من غير ديك الكريمات اولا لي برودوي فيني اولا اولا مثلا دابا بحال هاد النصائح اولا الانسان كتعرفوا عليه يمكن تعرفوا شي تجربه من غير هادشي البنات. راه يوتيوب حنا يلا كنشاركوا معكم حياتنا شويه. وي ماما هاتو يلا كنشاركوا معكم حياتنا شويه، ولكن نتوما راكم جالسين في الدار وحنا كنديروا ديك الحياه. الوغ سي ميو، سي ميو بزاف ان نهار اللي غادي تشوفوا شي وحده في يوتيوب تعطي لكم شي طاقه ايجابيه. الا لقيتو كدير غير لي فلوغ كتمشي تسخر تجيب البطاطا وتطيب وديروا دير داكشي كديروا حتى نتوما فهمتوا. شوفوا قلبوا راه كاين يوتيوب فيه بزاف. الا لقيتو المغربيات ديالنا تبارك الله كيديروا كلشي بحال بحال، الو عندنا قناه متنوعه ولكن كلشي كنديروا بحال بحال تقريبا. كاينين مثلا دابا انت باغا تعلمي فرونسي ولا دابا بقيت في السؤال ديالك بزاف باغا تعلمي فرونسي وباغا تاقلمي، ديجا دخلي معاك اليوتيوبر اللي عجبو لك ولا اليوتيوبرز اللي عجبو لك انت بالفرنسي باش هكا تفهمي لهم. والتلفازه حيدي عليك الدوزيم، سا سي سيغ سيغ حيدي عليك الدوزيم كله ما تشوفيش. شوفي لك الافلام ديال امريكانيين حيت انا عارفه الافلام ديال الفرنسي ما زوينينش، ما كيديروش افلام زوينين تو سامبلومون ولي سيري ديالهم نول. الو خدي لي سيري اللي كيعجبوا لك ديال لونغلي وديال الافلام الامريكانيه وديري وكديري لهم تراديكسيون تما في التلفازه ديالك وتفرجيهم في فرونسي. الا ما كتفهميش مزيان ديري سو تيتر هكا باش ملي ما تفهميش كلمه تشوفيها الترجمه ديالها وهكا غادي تكوني ترونكيل. و الا ما كانش فيه سوتيتر اون عرب ديري سوتيتر اون فرونسي باش تعرفي كي كتكتب او موان فوالا. المهم توت فاسو خاصك تلقي مع الناس والناس المتشائمه ما تحركيش معاهم، تحركي غير مع الناس الايجابيه. الا لقيتي صعوبه ما عندكش صحبات وما عندكش هذا كيف قلت لكم البنات الباتري دابا عليا تطفالي. المهم هذا وصافي خاصك تاقلمي حتى ولا ما لقيتي الصحبات وهذا كتقولي فين غادي نلقاهم باغ اكزومبل عندك فين تلقيهم. دخلي لاصال دو سبور، دخلي ديري فورماسيون، تلاقي مع البنات بيان سيغ اللي يكونوا اجنبيات باغ اكزومبل ماشي ضروري يكونوا من نفس المدينه ديالك باش تقدري تهضري معاهم العربيه. يعني خاصك واحد الناس اللي ما عندكش الحل باغ اكزومبل تكون شينويه، تكون واخا شينويه شويه صعيبه ما تفهمينهاش باسكو عندهم واحد لاكسو شويه قاصحه في الفرونسي، مي تكون اجنبيه برازيل كاين بزاف وهي ما كتعرفش تهضر اللغه ديالك الام باش هكا ديري لي زيفور وتخرجي ديك الهضره فهمتوا. هادشي اللي كان واقع لي انا وديكشي باش تعلمت الاحتكاك مع الناس والخدمه كتعاون بزاف على البنات، ولكن خاصك ديجا تكوني تلقى راسك يعني شويه ودايره كونفيونس في راسك الا ولا بولونجري فران كيكونوا فيه غير العرب هنا في فرنسا ويقدر يتفهمك ويعلمك وهذا. المهم هذا بالنسبه للسؤال ديال فرح طولت فيه. والسؤال ديال غوز بريتي حبيبه، سلام ما بيل مي كيستيون، شحال فيك في الطول اي لو بوين اي كيفاش جاتك الغربه صعيبه ولا سهله؟ واش كتفكري تزيدي شي بيبي؟ علاش انت زوينه حبيبه ديالي. المهم ديجا لا كيستيون الاولى هي شحال فيا في الطول اي لو بوين. انا فيا في الطول مترو و 71 ولا 70 كل مره كيفاش الصراحه لا واقيلا مترو 71 اولا مترو 70 جو كخوا نخليها في مترو 70 باسكو في المغرب كنت مترو 70 وهنايا كنشوف مترو 71 الو تخليش. المهم نخليوها في مترو 70 ولو بوا ديالي فيا اخر مره وزنت كان فيا 72 كيلو تبارك الله، مي كيطلع وكيهبط ولكن ما كيهبطش اكثر من 70 كيلو باقي كنحاول مي ما كيهبطش اكثر فوالا. وشنو هو الاخر وكيفاش جاتني الغربه؟ انا من نهار دخلت هنا البنات انا ما عمر حسيت راسي بلي غادي نجي للغربه، انا حسيت بلي غادي نجي لداري وفين غادي نكمل حياتي. على داكشي ما عمر حسيت بالغربه وعلى داكشي حسيت بلي هذه مدينتي وما توحشتش جامي المغرب. خاصكم تعرفوا هذه عمر توحشت المغرب ولا قلت توحش دارنا ولا شي حاجه جامي. كنهضر مع ماما يوميا ديما هذه نتوحشها بيان سور توحشيها مي كنعرف بلي غادي نمشي نشوفها ولا تجي تشوفني يعني ما كاينش مشكل. هادشي اللي خاص تحسوا باش ما تحسوش بديك الغربه وهذا وهذا راه عارفه اللي كاين مي انا راه هادشي اللي كنحس قلت لكم ومن نهار الاول من نهار حطيت رجلي. هاد السؤال هذا جي 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 هاد وقيله جي 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 اش دي، سلام حنان جيسبيرك تشوفا بيان الحمد لله، عافاك هضري لينا على طون اكسبيريونس مع لو غوغروبمون فاميليال ولي بابيي اللي طلبوا ليك وشحال د الوقت باش خرجت ليك الفيزا؟ ميرسي بوكو دافونس اي بون كونتينياسيون. ما عنديش ليكسبيريونس مع غوغروبمون فاميليال حيت غوغروبمون فاميليال كيكون مع بالنسبه للراجل اللي غايدير لك الفيزا ولا المراه اللي غادير لك الفيزا كتكون ما عندهاش ناسيوناليتي. انا راجلي عنده ناسيوناليتي الوغ كنت عملت فيزا كونجوان غير فرونسي هادشي اللي كنت درت انا. يعني الفيزا ديالي
بالنسبه لي بابي وديك تخربيق وهذا والله ما بقيت عارق لا اكزاكت، ولكن الا بغيتوا عليه واحد الفيديو طلبيه لي في اليوتيوب مثلا تحت هاد لا فيديو هاد لي كومونتير، وغادي ندير لكم الدوسي. خاصني نجمع ديك الوريقات وديك الشيء ونعقل على كلشي باش نقول لكم بالديتاي باش ما نتفلى عليكم شي حاجه. المهم داكشي انا كنت كنديرو في طنجه، ومشحال خدا لي هادشي كله ديال الوقت؟ 5 شهور ونص 6 شهور ماكسيموم 6 شهور كان كلشي وجد لي، وكنت هنايا في فرنسا ماكسيموم 6 شهور. فوالا خرجت لك الفيزا. ميرسي بوكو دافونس اي بون كونتينياسيون. ميرسي حبيبه ديالي. و لا كيستيون ديال اوبتيميست 1960، واش زوجك مغربي؟ وي حبيبه زوجي مغربي وريفي بالضبط. هذا السؤال ديال غين دو نيج. سلام حبيبه، انا سماح بغيت مرحبا بك سماح، بغيت نسولك على الساكنه مونت لا جولي وماشي باغي. بيزو جيتي فنة في هذا الفوتو ما شاء الله بارك الله فيك حبيبه ديالي، ولكن السؤال ديالك ضحكني. على الساكنه في مونت لا جولي وماشي باغي، انا شنو نجاوبك السؤال ديالك؟ ما عرفتش كيف غادي نجاوبك علاش ولا ما تعلاش ديجا، باسكو هو حنا ساكنين هنا، ولكن علاش ما ساكنينش باغي؟ باسكو الا باغي نسكنوا باغي عندك 20 متر، يعني المساحه ديال 20 متر في دار ستوديو نقولوا حنا بيت في 20 متر كيكريو في باغي ب 1000 يورو. ايوا دابا انا 20 متر ما تقدنيش حتى للكنابي، يعني هذا اللي نقدر نجاوبك. واذا بغيت دار كبيره يعني فين يكون بيت ولدي وبيتي انا والصالون والكوزينه وديك الشيء وهذا وهذا، يعني خاص نخلص فيه باغ اكزومبل 5 المليون 6 المليون للشهر ولا اكثر، حيت حسبوا معايا غير 20 متر ب 1000 يورو. هادشي كنقول لكم حيت ما كوزينه راه كتكري بيت يعني ستوديو ديال 20 متر ب 1000 يورو. الوغ فوالا هادشي اللي نقدر نقول لك علاش ما ساكنينش باغي، وما كرهناش ولكن ما نقدروش، وما تقدريش تشري تما باسكو شنو تشري؟ تشري زي 20 متر ب 300 مليون او 400 مليون ما تقدريش. فوالا ها علاش ساكنين في مونت لا جولي، والاغلبيه اللي غادي تلقاو هنايا في مونت لا جولي شاريين ديور وهذا وهذا، ها علاش ساكنين هنا؟ باسكو كاين المساحه والثمن موانش على هذا. وشحال ما قربتي لباغي مثلا بواسي او ارجونتي وديكشي بشحال ما خلصتيهم مزيان صحاح. ودابا عندي سؤال اخير هو ديال بن سناء 44. سلام حنونه ما شاء الله تكوني مليحه، بغيتك ان شاء الله بغيتك تهضري لينا على الخدمه في فرنسا، شنو ممكن تخدمي كاع الحجاب سيرتو في الدار سوف نونو. فوالا هذا السؤال جاوبته قبيله عاد شويه سبحان الله ما كنتش في السؤال هذا. بالنسبه للاسئله البنات عارفه بلي ما كانوش بزاف، والمهم كنتمنى نكون قربتكم مني كوميم شويه. والمره اخرى حبيبه ديالي من نحط لكم شي فوتو، تلقوا لي يدياتكم وصبيعاتكم في الكلافي، ما كاين حتى شي مشكل غير سولوني كما دايره الاسئله غادي نجاوبكم. فوالا البنات هكا الفيديو ديالنا غادي يكون سهله، وحتى الباتري غادي تسالى. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم باش نعرف هذا الفيديو عجبكم ونقدر نحط لكم مكتب. فوالا وشنو اخر؟ فوالا الى عجبكم الفيديو لايكيوه وبارطاجيوه بيناتكم، و ابونيو الى كنتو باقي متابونيتي، وشو سيرتو الى ما كيوصلكمش الجديد ديالي كليكو على ديك الجرس اللي حدا سابوني باش يوصلكم كل جديد. خليتكم في الخير حبيبات ديالي، بوسه كبيره لكم.